استغفر الله يا مصطفى. سامحني انا وسخة صحيح بس وسخة زيك. لا المرة دي بجد يا روح امك، ما دخلش عليا حوار السمسار اللي جبتيه فقلت اعمل لك مصيدة. وقعتي انا تسرقيني يا ميادة؟ لحظة جيتون اديني اهو جايلك لحد عندك برجليا عشان عارفة ان اللي بينا اكبر من الفلوس واكبر من اي حاجة في الدنيا. انا لو وحشة بصحيح كنت رحت وما رجعتش وبلغت عنك. راحت امك لما بلغ عني يعني هتستفيدي ايه من حبسي؟ كان هيلومك ايه من اليغمة اللي هتمسك بيها؟ تفكرني مين يا بنت؟ العيل اللي كان لسه شغال عند جوزك؟ هو صح اللي تخون جوزها تقدر تعمل اي حاجة. ده على اساس انك كنت طالب ايدي من جوزي في الحلال؟ يبقى في حد تاني غير يا روح امك. حد تاني بس يا كرم؟ يا كرم انت اتجننت. انا بس كنت بس تحوير يا بنت ده اخرك معايا. من النهارده دماغ واحده بس هي اللي هتفكر، تاخدي بعضك وتروحي على اهلك، وانا لما اشوف تصريفه في البلوه اللي معايا هيوصلك حقك لحد عندك. وحياه خالتك عايز تبيع وتلهف كل حاجه لوحدك؟ ايه اقولك بقى ان انا مش عايزه حاجه من الليله دي، وهبلغ عنك واديك في 60 داهيه وده احسن لي. بلغها يا مادام عشان تاني يوم ده هيبقى عند جوزك في السجن. ده غير فيديوهات كتيره غير الفيديو بتاع ليلة امبارح. يا حيوان مش انا اللي اتعلم عليا من واحدة شمال زي ما بلاش عودة امك دي تطلعها عليا. انا مش امك يا روح امك. اقول لك الفيديوهات عندك.